بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في المحاضرة الثالثة من مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية الموجهة أساساً لطلبة السداسية الأولى مسلك القانون. في الحصة السابقة كنا قد تحدثنا على أن المناهج الكبرى المعتمدة في البحث العلمي أربعة، وهي على الشكل التالي: أولاً المنهج الوصفي، ثانياً المنهج التاريخي، ثالثاً المنهج الاستقرائي، ورابعاً المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي. وهناك مناهج أخرى لا تقل أهمية عن هذه المناهج الأربعة، ربما قد تتاح لنا الفرصة في أن نستزيد. سنبدأ أولاً بإذن الله تعالى وتوفيقه بالحديث عن هذه المناهج، وإذا ظهرت أن هناك حاجة إلى الاستزادة فقد نزيد بعضاً من المناهج الكبرى المعتمدة. فحصة اليوم سوف نخصصها للحديث عن المنهج الوصفي. المنهج الوصفي هو أحد أهم مناهج البحث العلمي، وفي الغالب يستخدم بهدف الوصف الدقيق والشرح المفصل والتفسير الشامل لظاهرة معينة أو لموقف معين أو لمشكلة محددة، وعرض هذه الظاهرة أو هذه المشكلة أو هذا الموقف العلمي بطريقة نقدية لمعرفة حقيقة تلك الظاهرة أو تلك المشكلة أو ذلك الموقف العلمي، وتحديد الأسباب التي أدت لحدوث تلك الظاهرة أو المشكلة. ومن أجل ذلك فإن حديثنا عن المنهج الوصفي سوف يكون على عدد من النقاط، يعني ستة نقاط أساسية: أولاً تعريفه، ثانياً أنواعه، ثالثاً أهدافه، رابعاً خطواته، خامساً مميزاته، ثم أخيراً عيوبه. فالمنهج الوصفي هذه هي العناصر الأساسية التي سوف يدور الحديث عنها في هذه الحصة بإذن الله سبحانه وتعالى. تعريف المنهج الوصفي: المنهج الوصفي هو أسلوب يتم استخدامه لدراسة ووصف الظواهر والمشكلات العلمية وصفا دقيقا للوصول إلى التفسيرات المنطقية المبرهنة واستخلاص الأسباب التي أدت لحدوث الظاهرة أو المشكلة. هناك تعريف أخرى لهذا المنهج لكنها متقاربة في مضمونها وكلها تؤدي هذا المعنى. فالمنهج الوصفي عندما نتحدث عن المنهج فقلنا وهو الطريق البين السالك عفواً، وعندما نصفه بأنه وصفي بمعنى أنه يصف الظاهرة ويصف المشكلة، فهو منهج يعتمده الباحث عندما يريد أن يقوم بدراسة مشكلة معينة أو تحليل قضية معينة أو دراسة موقف علمي معين، فيقوم بتوصيف تلك الظاهرة أو بتوصيف تلك المشكلة العلمية. لكن ينبغي أن يكون هذا الوصف كما وصفا دقيقا، وإلا فلا يعذر الباحث عندما يتحدث عن ظاهرة معينة فيقصر في توصيف هذه الظاهرة توصيفا كاملا.
لأنه كما يقول المناطق الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. الحكم عن الشيء هو فرع عن تصورنا لذلك الشيء. فإذا لم يستطع الباحث أن يصور الظاهرة التي يريد أن يدرسها أو المشكلة التي يريد أن يحلها، إذا لم يتمكن من توصيفها توصيفا دقيقا وشاملا وكاملا، فمن دون شك أن حكمه على تلك الظاهرة أو أن الحلول التي يقترحها للمشكلة موضوع الدرس والبحث لن يكون موفقا فيه إلى حد ما. لماذا؟ لأن التوصيف كان ناقصا. فالطبيب عندما يعرض عليه مريض معين، فقبل أن يصف له الدواء لابد وأن يشخصه ويشخص الألم والمرض الذي به تشخيصا دقيقا. حينئذ يمكنه أن يحدد ويصف له الدواء المناسب لتلك المشكلة ولذلك الداء ولذلك المرض. فالتوصيف هو مرحلة أساسية في البحث العلمي، ولهذا يعتبر المنهج الوصفي من أهم مناهج البحث العلمي. فإذا قلنا هو يستعمل لوصف الظواهر والمشكلات العلمية وصفا دقيقا. لماذا هذا الوصف؟ لكي نصل إلى التفسيرات المنطقية والمبرهنة. يعني كتكون عندنا واحد ظاهرة معينة، فكان نصف هذه الظاهرة واحد التوصيف دقيق وشامل وكامل، بما يتيح لنا أن نفهم أو نفسر للآخرين العلاقات المنطقية أو تفسيرات المنطقية لحدوث تلك الظاهرة. فنقول بعد توصيف الظاهرة يمكن أن نصل إلى تفسيرات وشروح لفهم واستيعاب تلك الظاهرة، وهو يساعدنا من جهة أخرى إلى استخلاص الأسباب التي أدت لحدوث الظاهرة أو المشكلة. إذن فالتوصيف هو عملية وصف دقيق يمكننا من الوصول إلى التفسيرات المنطقية والمبرهنة أي المستدل عليها من أجل معرفة الأسباب. فإذا عدنا إلى مثال التشخيص الذي يقوم به الطبيب للمريض، فهو يشخصه تشخيصا دقيقا. ذلك التشخيص يفسر به الأعراض التي يعاني منها المريض، ويفسر له لماذا تقع له تلك الأعراض، إما ازدياد في الحرارة وإما ارتعاش وإما صداع في الرأس أو ألم في البطن. فهو يفسر لماذا تقع تلك الأعراض انطلاقا من ذلك التشخيص. ثم هذا يساعده على معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك المرض وأدت إلى حدوث تلك الظاهرة أو تلك المشكلة. وبناء على هذه المكونات الثلاث، التوصيف الدقيق والتفسير المنطقي ومعرفة الأسباب، يمكن أن نصل إلى مرحلة اقتراح الحلول أو اقتراح الدواء المناسب لهذه المشكلة أو تلك. المنهج الوصفي هو أنواع، وهو حسب تقسيمات الباحثين في هذا المجال، هناك من قسمه تقسيمات متعددة. سأقترح عليكم تقسيما ثلاثيا. أولا، النوع الأول من مناهج المنهج الوصفي، النوع الأول من المنهج الوصفي هو منهج دراسات العلاقات المتبادلة. النوع الثاني هو منهج الدراسات المسحية.
النوع الثالث هو منهج دراسات النمو والتطور. طبيعي يتبادر إلى الذهن ما معنى هذه الأنواع، وهذا ما سنعمل على توضيحه في القادم من الكلام. فسوف نتعامل مع كل نوع من هذه الأنواع على حدة. نبدأ أولا بمنهج دراسات العلاقات المتبادلة. هذا المنهج هو يختص بدراسة الارتباطات بين الظواهر والتوجه نحو التدقيق في تفاصيلها وتحليلها لتحديد العلاقات الداخلية والخارجية بينها وبين غيرها من الظواهر الأخرى. إذن نحن الآن أمام النوع الأول من أنواع المنهج الوصفي، وهو منهج دراسات العلاقات المتبادلة. نحن نقصد إلى دراسة ظاهرة معينة، لكن هذه الظاهرة هي ليست منعزلة، هي تنتمي إلى واقع، وهذا الواقع يجعلها في ارتباط مع عدد من الظواهر. إذن النوع الأول من أنواع المنهج الوصفي هو المنهج الذي يقصد إلى دراسات العلاقات المتبادلة بين الظاهرة المدروسة وغيرها وما يحيط بها من الظواهر. كندرسوا العلاقات اللي كاينه ما بين الظاهرة المدروسة وغيرها من الظواهر المتعلقة بها، إذن دراسة الارتباطات. ثم التدقيق في تفاصيل هذه العلاقات، لأنها هي علاقات متبادلة، تأثير وتأثر. فالظاهرة التي ندرسها هي ليست بمعزل عن باقي الظواهر، بل هي تتأثر بالظواهر المحيطة بها، وأيضا هي تؤثر في تلك الظواهر. فهذا التأثير هو تأثير متبادل بين الظواهر. فإذا هذا المنهج يساعدنا على فهم العلاقات والارتباطات الموجودة ما بين الظاهرة المدروسة والظواهر المرتبطة بها، وفهم نوع التأثير المتبادل بين تلك الظواهر. هذا المحطة الأولى من هذا المنهج، هو دراسة هذه العلاقات وهذه الارتباطات. ثم بعد الوصول إلى التدقيق في تفاصيل وجزئيات تلك العلاقات المتبادلة والتأثيرات المتبادلة، يعمل الباحث على تحليلها تحليلا علميا دقيقا، لكي يصل إلى تحديد العلاقات الداخلية، لأن كل ظاهرة أيضا هي تتكون من مجموعة من الظواهر الجزئية الداخلية. فإذا هناك علاقات تفاعلية داخل الظاهرة نفسها، ثم هناك علاقات خارجية للظاهرة مع غيرها من الظواهر الأخرى. هذا هو منهج النوع الأول من مناهج من المنهج الوصفي، منهج دراسات العلاقات المتبادلة. وهذا المنهج هو بدوره ينقسم إلى نوعين. النوع الأول هو منهج دراسة الحالة، دراسة الحالة. عندما نقول حالة يعني كنتكلموا على حالة خاصة وحالة محددة في ظرفين وفي زمانين محدد، لا نتحدث عن كل الظواهر. مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن ظاهرة تفكك الأسري، بدل من أن ندرس تفكك في جميع الأسر هنا وهناك، هذا أسلوب أو منهج في طريقة البحث العلمي أو نوع من أنواع دراسة العلاقات المتبادلة بين المتبادلة في المنهج الوصفي لدراسة ظاهرة معينة، أننا نلجأ إلى منهج دراسة الحالة. فنأخذ حالة نموذجية، أسرة معينة تعاني من التفكك، فنقوم بدراسة تلك الأسرة، يعني حالة خاصة وحالة منفردة، على أساس
أن دراستنا لتلك الأسرة المحددة والمعينة في زمان ومكان محددين يمكننا من تعميم النتائج المتوصل إليها على غيرها من الأسر، إن على مستوى زمن محدد أو على منطقة جغرافية محددة أو على نطاق واسع. فإذا منهج دراسة الحالة، ويسمى أيضا بالمنهج مونوغرافيك. ملي كنتكلموا على مونو كنفهموا منها بأنها حالة واحدة. مونو يعني هذا يعني أن الأمر يتعلق بحالة واحدة، مونو. فهذا المنهج المونوغرافي أو منهج دراسة الحالة هو على ماذا يقوم؟ يقوم على دراسة الموضوعات الاجتماعية من خلال تجميع البيانات اللازمة المتعلقة بوحدة معينة من تلك الحالة. إذا كما إلى رجعنا للمثال، إلى قلنا غادي ندرسوا ظاهرة التفكك داخل الأسر، غادي ناخذ أسرة واحدة، فنقوم بتجميع البيانات المتعلقة بتلك الأسرة، يعني وحدة معينة. هذا هو معنى ديال أسرة واحدة، وحدة معينة، يعني كناخذ أسرة من بين الأسر التي تعاني من تلك الظاهرة، فنقوم بتجميع البيانات وكل البيانات المتعلقة بتلك الوحدة، أي الأسرة العينة التي جعلناها موضوع الدراسة، وتحليلها، تحليل تلك البيانات، ثم بعد ذلك تطبيقها على الموضوعات والظواهر المشابهة. لما نصل إلى نتائج متعلقة بتلك الأسرة المحددة، نبحث هل يمكن تعميم تلك النتائج على الأسر المشابهة. هذا يسمى منهج دراسات الحالة، ويسمى أيضا بالمنهج المونوغرافي. النوع الثاني من أنواع منهج دراسات العلاقات المتبادلة باعتباره قسما من أقسام المنهج الوصفي، منهج الدراسات السببية المقارنة، منهج الدراسات السببية المقارنة. هذا المنهج هو قائم على المقارنة بين أوجه التشابه والاختلاف في الظواهر. انتبهوا إلى هذا الأمر، من خصوصية هذا المنهج اللي هو منهج الدراسة السببية المقارنة أننا نقارن بين أوجه التشابه وأوجه الاختلاف في الظواهر. إلى رجعنا للمثال ديال التفكك الأسري، كندرسوا عدد من الأسر وكان نبحث عن أوجه التشابه. ما هي أوجه التشابه؟ ما هي مناطق التقاطعات المشتركة بين هذه الأسرة وتلك؟ ويمكن يكون العينة فيها أكثر من أسرة، مثلا عندنا 5 الأسر أو 10 الأسر، كنقلبوا على أشنا هي الحالات أو الأوجه التي تتشابه فيها تلك الأسر، فنحددها، كنقولوا هذه الأسر كلها تتشابه فيما يلي 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخره، حسب الحالات أو الأوجه التشابه اللي يمكن الباحث يتوصل لها. وفي المقابل أيضا كندرسوا ما الذي يميز هذه الأسرة عن تلك الأسرة، وهو ما نعبر عنه بأوجه الاختلاف. هذه الأسرة تختلف عن هذه الأسرة في كذا وكذا. مثلا يمكننا نقول بأن هذه الأسرة عدد أفرادها يزيد عن المعدل العام للأسر، فهذا وجه من أوجه اختلافها عن باقي الأسر. مثلا إذا كنا كندرسوا ظاهرة التفكك الأسري ولقينا واحد الأسرة، يعني أسرة نووية، يعني فيها الأب والأم وعندهم ابن واحد أو لا بنت واحدة، كنقولوا هذه أسرة ثلاثية الأعضاء وثلاثية الأفراد،
كيمكننا نلقاو أسرة عاوتاني كتتألف من 12 عضوا، 12 فردا. فكنقولوا هذه ميزة. إذا الذي يميز عن هذه عن تلك أن هذه أسرة صغيرة، يعني لا يتجاوز عدد أفرادها 3، في حين أن هذه أسرة كبيرة يبلغ عدد أفرادها 12 عضوا. على كل حال القصد من الكلام وهو أن العينات موضوع الدراسة نبحث عن ما يجمعها وما تشترك فيه وهو ما يسمى بأوجه التشابه، ونحدد أيضا عن ما تختلف فيه ويميز وتتميز به يتميز به بعضها عن بعض. لماذا؟ لنتعرف على الممارسات الظاهرة ودراساتها. فالتفكك في واحد الأسرة اللي العدد ديالها لا يتجاوز عدد أفرادها لا يتجاوز 3 ليس بالضرورة أن يكون بنفس الحجم وبنفس التأثير وبنفس القوة في أسرة عدد أفرادها يعادل أو يقارب 12 فردا أو شيء من هذا القبيل. إذن تعرف على ممارسة الظاهرة ودراستها بشكل متعمق، ويتم الكشف عن تلك الدراسات إما بطريقة الاتفاق، هذه الطريقة الأولى، أو طريقة الاختلاف، أو طريقة التلازم، أو طريقة التغيير النسبي. إذن عندما نريد أن نطبق منهج الدراسات السببية المقارنة فنطبقه بهذه الطرق الأربعة. إما نبحث على عناصر الاتفاق ما بين وحدات الظاهرة المدروسة، هذا الطريقة الأولى وهي التي تؤدي بنا إلى استنتاجات معينة، أو نستعمل الطريقة الثانية وهو كما قلنا نبحث عن أوجه الاختلاف وما تتميز به كل واحدة كل واحدة عن أخرى. ثم هناك الطريقة الثالثة وهي طريقة التلازم، عندما تكون الأسباب مرتبطة بالنتائج. فكنقول الأسرة التي تكون على هذا الشكل بالضرورة يؤول حالها إلى النتائج التالية، فيصير تلازم ما بين الأسباب وما بين النتائج. أو طريقة التغيير النسبي. ما معنى طريقة التغيير النسبي؟ أن بعض المؤشرات عندما تتغير بنسبة تغيرها تتغير النتائج. فمثلا إلى رجعنا غير المثال ديال العدد، نرجع لهذه الأسرة اللي هي فيها 12 فردا من أفرادها، افترضنا أنه لسبب أو لآخر انتقص هذا العدد، إما بسبب وفاة أو بسبب هجرة أو أن يعني أفراد الأسرة يعني أخذوا استقلالهم وأسسوا أسرا أخرى. غادي نلقاو بأنه لما كينقص العدد كنبحثوا على شنو هي التغيرات النسبية على تلك الظاهرة المدروسة في تلك الأسرة. فإذا كنا كنتكلموا على التفكك الأسري داخل أسرة تتألف من 12 عضوا، لما كينقص العدد كنبحثوا واش داك التفكك نقص أو لا بقى كما هو، وهذا هو اللي كيتسمى على طريقة التغيير النسبي. إذا هذا هو النوع الأول. نكتفي بهذا القدر، وفي الجزء الآخر سنتابع حديثنا عن المنهج الوصفي. الآن تحدثنا عن النوع الأول وأكملنا الكلام فيه، سنتابع الحديث في الأنواع عن النوع الثاني المسمى منهج الدراسات المسحية، ثم نتحدث عن المنهج الثالث المسمى منهج دراسات النمو والتطور، وسنكمل باقي العناصر المتعلقة بالأهداف وخطوات ومميزات وعيوب المنهج الوصفي.